أهلا أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا حديث المسيح وتعليمه على الجبل. موجود أنا عند بحيرة طبرية الجميلة اللي شهدت معجزات كثيرة، من تهدئة العواصف وإشباع الآلاف، وطبعا منشوف بصمة يسوع المسيح في كل مكان، ومنسمع صدى صوته أيضا في كل مكان حول هذه البحيرة الجميلة. رح أتكلم في هذه الحلقة عن اسألوا اطلبوا اقرعوا، الصلاة المستجابة، الصلاة التي تحرك قلب الآب. قال يسوع: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. هذه الكلمات عظيمة جدا في سياق الحديث عن موضوع الصلاة. ولاحظ في العظة على الجبل الرب بيتكلم عدة مرات عن موضوع الصلاة. شفنا صلاة المخدع، علمنا الرب أن نروح نجد مكان بالخفية، لربما غرفة، لربما بالخلا، أنك تختلي مع الآب وتصلي، بسموها صلاة المخدع. وعلمنا أنه ما نكرر الكلام باطل، وأنه كلماتنا تكون مجرد ثرثرة أمام الله، لأنه الله حي، الله يسمع، الله يستجيب، الله يتفاعل، والله يتواصل. ثم شفنا نموذج الصلاة المستجابة، علمنا الصلاة الربانية، وأنه السياق الحديث في الصلاة الربانية هو شرط أساسي أنك لازم تغفر الخطايا حتى الرب يغفر خطاياك. لكن هنا الرب يسوع بشجعنا على الصلاة، وخلي بالك الرب يسوع بيتكلم مباشرة من بعد ما تكلم عن لا تدينوا لكي لا تدانوا، بيتكلم عن النقد الهادم والنقد الخادع، ثم النقد المميز، أن لا نطرح الدرر والأمور القيمة وذات ثمن وقيمة عظيمة لمن يحتقر هذه الدرر. لكن أعطانا المفهوم أنه نعرف نميز، وأنه الرب يعطينا حكمة. وهذا أحبائي ما يطالبنا الكتاب المقدس: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى لهم. ثم يقول المرنم: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. فالمسيح بشجعنا على السؤال وعلى الطلب وعلى القرع أيضا. السؤال عادة شيء محدد، تطلب شيء محدد. الطلب هو البحث عن شيء لربما مش موجود، لكن القرع هو الإحاح واللجاجة والاستمرار في الطلب. وعم بيأخذنا، بيتكلم لرعاية الملكوت، بيأخذنا في صيغة أعمق، أنه نسأل نطلب ونقرع أيضا. قال يسوع: إلى الآن لم تطلبوا شيئا، أطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا. من ناحية هاجم المسيح مظاهر التدين الخارجي، الصلاة اللي بتظهر للناس، لكن من ناحية تانية بيطالبنا بالصلاة، لأنه المفروض رعايا الملكوت عندهم الروح القدس وعندهم العمق الروحي، يعرفون أن يميزوا وأن يطلبوا بحكمة أيضا. فالقرع هو أن نستمر بلجاجة. تذكر أن الله يعلم احتياجاتنا حتى قبل ما نطلبها. من هذه الآية منشوف أنه المسيح بعلمنا أنه في عنا علاقة مميزة مع الآب، وهي العلاقة أنه فيها وحدة وفيها شركة، وهي صلة. فالصلاة هي صلة، أنت بتتواصل مع الآب الحي. المسيح علمنا الصلاة ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل.
ثم بيكمل بيتكلم: أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ نعم إنه ينصف. والرسول بولس علمنا أن نصلي بلا انقطاع، فحياة المؤمن تصبح علاقة حية شركة، بتصير الصلاة شركة، شيء طبيعي في حياتك، لأنه أنت تريد أن تسر قلب الآب، ولأنك أنت بتحب الرب فأنت بتطلب بحسب مشيئة الآب، لأنه قال يسوع: كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، تطلبونني تجدونني إذ كنتم تطلبونني بكل قلبكم. ومن يقرع بيعطي تأكيد الاستجابة واللجاجة إنه الله رح يتجاوب معنا. ثم بيكمل يعني: الابن إذا طلب من أبوه رغيف خبز أفيعطيه حجر؟ وتذكر إنه الشيطان لما جرب المسيح طلب إنه يحول الحجارة إلى خبز، فكثير من الحجارة هنا تشبه الخبز. وبعدين إذا طلب سمكة أيعطيه حية؟ في سمك بيشبه الحي اللي هو الإيل، هذا النوع من السمك اللي بيشبه، معقول تعطي ابنك شيء سام؟ فكم بالحري الله يهب الخيرات، طالما الآب البشري بيعطي الخيرات فكم بالحري الآب السماوي يعطي خيرات ويهب عطايا جيدة ويعطينا الروح القدس عندما نطلب. The Gospel of Matthew, as it talks about who the audience is, it says that Jesus had been working many, many amazing miracles, healing illnesses, delivering people from demons, curing epilepsy, all kinds of things, and that his fame had spread far and wide. So many people were coming from all parts of the country, all of the various regions, to hear him speak. And when he saw the people gathering, then he took his disciples aside and he brought them up onto the mountain to teach them, with the audience down below as part of it. But really what he wanted to help do on the Sermon of the Mount was to help his followers understand what it meant to be part of the kingdom of heaven, what it meant to be part of his understanding of God's movement in humanity on earth in the present time. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. المسيح بعلمنا في هذه الصلاة عن هوية الآب، الآب ليس بعيد بل هو قريب. الآب هو إله شخصي وطبعا فريد ومتميز أيضا، لكنه محب. علاقة المسيح بالآب علاقة متميزة، علاقة جميلة، لكن برضو علمنا المسيح أعلن عن الآب اللي بحبنا واللي له مخطط رائع لحياتنا. هذا الآب محب، هذا الآب كريم، هذا الآب سخي في العطاء، هذا الآب هو إله شخصي حي يسمع ويستجيب. طبعاً أسلوب المسيح إذا أردت أن تستشف من بين الكلمات فيه نوع من المرح، لكن فيه نوع من التسائل اللي بيلمس الصميم. لما قال: لماذا تنظر القذف في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ عم بيتكلم بشكل صادم، وهون عم بيتكلم عم بيقول إذا ابنك سألك خبز تعطيه حجر؟ إذا سألك سمكة تعطيه حية؟ إن كنتم وأنتم آباء أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم السماوي. مرة تانية عم بيعلن عن هوية الآب، يهب الخيرات للذين يطلبونه أيضا. فبيوضح لنا هوية الآب، إنه الآب بحبنا، وإن المسيح أعلن عن محبة الآب.
طبعاً هذا مفهوم غريب كان بالنسبة لليهود، مع أنه نوعاً ما العهد القديم بيتكلم عن أنه الله أبونا، لكن المسيح وضح هذه العلاقة المتميزة مش بس بينه وبين الآب، لكن علاقة رعاية أبناء الملكوت، علاقتهم بالأب السماوي. كمان الكتاب المقدس بشبه الآب السماوي بالأم الحنون، يقول هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، يقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساك. هم يتكلم عن رحمة الآب. فطبعا إحنا لازم نيجي للآب بروح التواضع، بروح الانكسار، لكن بمحبة وبجرأة وبثقة أن نأتي إلى عرش النعمة، أن نطلب طبعا الحكمة، وأن نطلب من كل القلب، وأن نطلب أيضا بإيمان، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. وطلباتنا لازم تكون غير أنانية، تطلبون ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون رديا، عم تطلب أشياء أنانية. نطلب بحسب مشيئة الآب، نطلب لمجد الآب. فعاوز يوضح هوية الآب إنه بحبنا جدا. من ناحية تانية بعبر عن بنوة البنين والبنات أيضا، إنه اللي بيسأل، اللي بيطلب، واللي بيقرأ عنده روح التمييز، بيعرف الطلبات، لأنه الله كمان بيعرف لما نطلب شيء حسب مشيئته. بعلمنا روح التواضع، روح الاتكال، وبعلمنا أيضا اللجاجة بالصلاة، عم تدخل عمق من السؤال للطلب للقرع الملح وبلجاجة حتى يستجيب الرب. وهذه هي مشيئة الرب إنه يستجيب. مكتوب لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. طبعاً ليست ترديد كلمات عشوائية، لكن نطلب ما يسر قلب الآب وحسب مشيئته. وعلى فكرة الله بيعلم الطلبات، لأنه مثل ما أنت آب بشري وابنك عم بيطلب طلب، مش ممكن ترفض الطلب، ولا أنك رح تعطيه طلب أنه يأذيه أو ما يكونش لخيره أو منفعته. فزحنا آباء وبسمينا الكتاب أشرار، بنعرف نميز وبنعرف كيف نعطي أولادنا، فكم بالحري أبوكم السماوي. هذا الآب أحبائي هو إله كل نعمة، هو إله المحبة، هو إله البركة، هو إله العطاء. مكتوب عن هذا الإله لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل، أعطى ابنه الوحيد كلمة الله يسوع المسيح. يا أولادي انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. فإحنا نحن نأتي كأبناء كبنات، بنطلب من الرب، بنسأل وبنطلب وبنقرع، والله رح يتمجد باستجابة الصلوات. لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أحبائي يمكن في عندك طلبة معينة في حياتك في داخلك، يمكن لك سنين عم بتصلي وعم تتساءل شو الحكمة من وراء الموضوع. أنا بحب أكد لك هون الرب يسوع نفسه بيتكلم عن تأكيد الصلاة المستجابة عندما نطلب بحسب مشيئة الآب، عندما نطلب بالإيمان، وعندما نطلب من كل القلب، وعندما نطلب ليس طلبات أنانية. أكيد الله عنده غرض. لما بتصلي بالروح، ولما بتصلي حسب مشيئة الآب، وبتصلي بالإيمان، وبتسأل هذه الأمور، الله بيتواصل، الله بيتفاعل، الله بيعلن عن ذاته. أنا بصلي اليوم من كلمات يسوع المسيح، عندما تقرع الله بيستجيب الصلاة مهما كان احتياجك ومهما كانت طلبتك. إذا بتحتاج لشفاء، إذا بتحتاج لتسديد الاحتياج،
بتحتاج لبركة من بحيرة طبرية، بصلي في اسم الرب يسوع إنه يباركك اليوم.